بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اليوم تكامل اكس تكعيب على اكس تربيع زائد 4 الكل اس ثلث. اول حاجه نفكر ان احنا نخلص من الجذر ان هو اكس تربيع زائد 4 اس ثلث. اللي انا هفرض ان اكس تربيع زائد 4 هيساوي مثلا يو، يبقى انا لما اجي فاضل الطرفين يبقى عندي 2 اكس دي اكس هيساوي كام؟ الدي يو. يبقى دي اول حاجة عملناها. تعال نفاضل الاكس تركيب دي، انا هكتبها اكس تربيع في اكس دي اكس، يبقى عندي اكس في اكس في اكس تكعيب. عندي في المقام يبقى يو اس كام؟ اس تلت. طيب اكس تربيع دي انا هعوض عنها بكام؟ واكس دي اكس هعوض بها بكام؟ عندي هنا ان الاكس دي اكس تساوي دي يو على 2، يبقى دي هشيلها وحط مكانها دي يو على 2، والاكس تربيع هشيلها وحط مكانها كام؟ من هنا عندي ان اكس تربيع هيساوي يو ناقص 4، يبقى دي يو. تعال نكمل الحل، يبقى تكامل عندي في البسط يو ناقص 4 على يو اس تلت، وعندي النص برا وعندي الدي يو، يبقى يدينا نص تكامل يو اس 2 على 3 ناقص 4 في يو اس ناقص تلت دي يو. هكمل دوان ازاي؟ يبقى عندي نص يو اس 2 على 3، هقول 2 على 3 زائد 1 اللي هي بكام؟ 5 على 3، يبقى افتح قوس يو اس 5 على 3 على 5 على 3 ناقص 4، يبقى يو ناقص تلت هضيف عليها 1 وتدينا كام؟ هنا 2 على 3، يبقى يو اس 2 على 3 واقسم على كام؟ 2 على 3 زائد ثابت. نكمل الحل هنا، يبقى عندي نص زي ما هو يو اس 5 على 3، 5 على 3 ناقص 4 في 3 على 2 يو اس 2 على 3 زائد ثابت. ممكن نختصر هنا على 2 في الواحد على 2 في الاثنين، يبقى هيساوي هنا نص 3 على 5 يو اس 5 على 3 ناقص 6 يو اس كام؟ 2 على 3 زائد ثابت. هاخد مشترك 3 على 10 يو اس 2 على 3 يبقى من هنا يو، يبقى من هنا 6، هيتبقى كام؟ انا خدت من 6 دي المفروض تبقى 3 على 10 تدينا 6، المفروض تدينا هضرب النص في السدس
هنا كام؟ 3، يبقى المفروض يبقى ناقص 10 على ناقص 10 زائد الثابت. انا كنت واخد اليو بكام؟ بإكس تربيع زائد 4، يبقى دي هتساوي 3 على 10 إكس تربيع زائد 4 أس كام؟ 2 على 3، أفتح قوس إكس تربيع زائد 4 ناقص 10 زائد ثابت، بيساوي 3 على 10 تربيع زائد 4 أس 2 على 3 في إكس تربيع ناقص 6، أقفل القوس زائد ثابت، وهو دون التكامل اللي عندي النهائي. طيب تعال نحلها بحل تاني. المسألة دي ناخد المسألة تاني. ممكن ناخد ان الاكس هعوض بالتعويضة ان الاكس هتساوي 2 تان سيتا، يبقى دي اكس هتساوي كام؟ 2، والتان سيتا تفاضلها سيك تربيع سيتا دي سيتا. لما اعوض بقى عن الحدود التكامل اللي عندي، اكس تكعيب يبقى 2 سيك تربيع سيتا، 2 تان سيتا أس 3 على إكس تربيع يبقى 4 تان تربيع سيتا زائد 4 أس كام؟ تلت، في الدي إكس بكام؟ باتنين سيك تربيع سيتا دي سيتا. يبقى عندي هنا أول حاجة في الباست يطلع 8 تان تكعيب سيتا على هنا، هاخد من هنا 4 مشترك، يبقى تان تربيع سيتا زائد 1 تان تربيع بسيك تربيع، يبقى عندي هنا سيك تربيع سيك أس كام؟ 2 على 3 سيتا. في الأربعة يبقى الجذر التكعيبي الأربعة في كام؟ 2 سيك تربيع سيتا دي سيتا. بعد كده عندي يطلع بره في البسط يطلع 16 على الجذر التكعيبي الأربعة تكامل، اخد التان دي انا اكتبها مرة تان وتان تربيع، يبقى تان تربيع في كام؟ في تان في هنا سيك تربيع على سيك أس 2، هيبقى عندي هنا أنا هعملها سيك تربيع سيتا على سيك أس 2 على 3 سيتا، تبقى البسط يبقى 2 ناقص 2 على 3، دي أنا عبارة عن 6 على 3، يبقى 6 على 3 ناقص 2 يبقى 4 على 3، يبقى سيك أس 4 على 3 سيتا دي سيتا. طيب بعد كده عندي التان تربيع دي هكتبها ايه؟ سيك تربيع ناقص 1، يبقى 16 على الجذر التكعيبي الأربعة
تكامل سيك تربيع سيتا ناقص واحد في تان سيتا في سيك أس 4 على 3 سيتا دي سيتا وبيساوي هفصل دي التكاملين اللي أنا هضرب السيك هنا وبعدين ناقص واحد في القوس يبقى عندي 16 على جذر تكعيب الأربعة يبقى تكامل سيك تربيع سيتا في تان سيتا في سيك تربيع سيك أس 4 على 3 سيتا دي سيتا ناقص تكامل تان سيتا في سيك أس 4 على 3 واقفل القوس ده هيساوي عندي 16 على جذر التكعيبي الأربعة ده اكتبها افتح قوس تكامل هكتب السيك تربيع تبقى السيك سيتا في تان سيتا في سيك أس كام انا خليت هنا واحد زائد واحد بضيف على الأربعة أربعة زائد تلاتة واحد دينا سبعة على تلاتة سيتا دي سيتا ناقص تكامل ده اخد منها كمان واحد يعني سيك سيتا في تان سيتا في سيك أس كام ستولت سيتا دي سيتا دي اللي هو تفاضل السك وهنا تفاضل السك يبقى انا استخدم اللي هي الدالة في تفاضلها يبقى 16 على جذر التكعيب الأربعة افتح قوس يبقى هنا هضيف واحد يبقى السك سيتا أس 10 على 3 على 10 على 3 ناقص هنا هضيف نفس الحكاية يبقى سيك أس 4 على 3 سيتا على 4 على 3 زائد ثابت دي هيساوي 16 على جذر التكعيب الأربعة افتح قوس تلاتة على عشرة سك عشرة على تلاتة سيتا ناقص تلاتة على أربعة سك أس أربعة على تلاتة سيتا زائد ثابت بعد كده عوض عن السك بقيمتها عندي فين المسألة انا خدت التان خدها هنا التان سيتا هيساوي اكس على اتنين ادي سيتا التان عبارة عن مقابل على الوتر يبقى اكس على هنا اتنين هنا يبقى جذر التربيع الاكس تربيع زائد اربعة يبقى السيك سيتا اللي هي واحد على كوزين يبقى الجذر التربيعي اكس تربيع زائد اربعة على اتنين عوض بقى هنا بقيمة السك وحلل وافك الاقواس وبسطها ويدينا نفس الناتج
اللي هو ده، يبقى دي عندي طريقتين للحل والاسهل لكم التأمينها. اتمنى ان انتوا استفدتوا معايا من الفيديو، واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.